النهارده زي ما قلت لكم في طبعا نهائي مثير ومهم وخارج سيناريو التوقعات. اتلانتا مفاجاه البطوله اللي خرج ليفربول في واحده من اكبر المفاجات اليوروبا ليج، ومن بعده قدر ان هو يجتاز مارسيليا، في حين ان باير ليفركوزن طبعا مفاجاه الموسم الاوروبي كله، مش بس بعد تتويجه بالدوري الالماني لكن كمان مع وصوله لنهائي اليوروبا ليج واقصائه اس روما، واحد من اكبر الانديه الايطاليه. معانا النهارده واحد من نجوم روما والانتر وفالنسيا ومنتخب ايطاليا السابق اميديو كاربوني، هو ضيفنا في السادسه. استقبله وارحب بيه معايا في السادسه. مساء الخير وبشكرك طبعا على وقتك وعلى مشاركتك معانا، اهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. خليني في البداية، يمكن يعني موسم إيطالي انتهى، يمكن عودة اليوفي ممكن تكون أبرز ملامحه، حتى وإن لم يفز بلقب الدوري لكنه حقق بطولة الكاس بعد غياب طويل عن منصات التتويج، وفوز الإنتر ببطولة الدوري. إزاي بتشوف إجمالا الموسم الإيطالي المنتهي؟ مساء الخير للجميع، شكرا لكم لهذا اللقاء، شكرا لكم لهذا اللقاء. بالنسبة ليوفنتوس، لحسن الحظ أنها عادت من جديد، كان بالنسبة لها موسما رائعا مليء بالمشاكل ومليء أيضا بالمفاجآت. يوفنتوس دفعت بشباب جديد في الفريق وأعطوا مستقبل جيد أيضا ليوفنتوس، وربما أعطت الأمل من جديد لبعض الفرق الإيطالية، لأن يوفنتوس بالنسبة لإيطاليا كلها عشق كبير. يوفنتوس في السابق كانت حافلة بكبار اللاعبين، يوفنتوس نقول دائما أنها ولادة للاعبين، وهناك كبار اللاعبين الذين لعبوا بشكل رائع، ولذلك نقول لسنا محظوظين بالشكل الكافي، لكن يوفنتوس استطاعت أن تقود خطة جديدة، استطاعت أن تكون متميزة في هذا الموسم. نقول أنها حققت معجزة، نقول أن يوفنتوس تحاول أن تنفض التراب عن نفسها من جديد، تعيد نفسها من جديد، تقوي نفسها كما تروا في الفرق الأخرى، كما تروا في الأندية الأخرى كبار الفرق. إيطاليا يمكن تكون النسخة الأقرب للدوري الإنجليزي من حيث القوة ومن حيث المنافسة، بنتكلم على عدد كبير من الأندية القوية، يوفنتوس، الميلان، الإنتر، روما، نابولي، كلهم أندية الحقيقة ليها رصيد كبير جدا من الإنجازات. والموسم اللي فات الحقيقة كان في ظهور قوي جدا للأندية الإيطالية على مستوى المنافسة على الألقاب الأوروبية. بفتكر أنه الميلان والإنتر وصلوا للدور قبل النهائي، الإنتر لعب في مواجهة سيتي المباراة النهائية، روما توج بالكونفرنس ليج. لماذا غابت أو لماذا تراجعت الأندية الإيطالية عن منافسات البطولات الأوروبية، باستثناء طبعا بين قوسين أتلانتا اللي هيلعب مباراة النهائي النهارده؟ لماذا؟ أقول أنه بكل تأكيد القوة الاقتصادية لإسبانيا وإنجلترا بشكل خاص كبيرة جدا. أقول أن التأثير الاقتصادي هو عامل أساسي للتفوق وللتميز. أحدثكم عن أسبانيا وإنجلترا، أنهم يدفعون بلاعبين جدد، أنهم يقومون بكل ما يجب عليهم بالقيام به قيام تجاه اللاعبين وتجاه المدربين. فأقول لكم أن العامل الاقتصادي كان مؤثرا بشكل ملحوظ، وبعض الفرق كان عليها بعض الديون وكان عليها بعض العقبات الكبيرة التي يراها البعض سهلا، التي يراها البعض شيئا سهلا، لكن نحن لا نراها أبدا سهلا.
كما تروا المانيا، المانيا قوتها الاقتصاديه تدفع بها الى الامام. طيب النقطه الاولى، هل ترى فكره نقل ملكيه نادي الانتر من شركه او مستثمرين صينيين الى شركه امريكيه او مستثمرين امريكان، ده ممكن يؤثر على حظوظ الانتر في الموسم المقدم؟ هل ممكن يعمل النقله او التحول اللي بيتمناه عشاق الانديه الايطاليه والانتر على مستوى خاص؟ نعم بكل تأكيد، بعد انتقال ملكية الانتر ميلان بعد فشل شركة سانينج الصينية واستحوذت شركة أوكتريا الأمريكية على ملكية الفريق، أقول أن هذه نقطة إيجابية. كما تعلمون أن ملكية الشركة انتقلت إلى هذه الشركة الصينية في عام 2016، ثم بعد ذلك دخل الفريق في أزمات. أقول أن هذا بالنسبة لي هذا مكسب كبير للفريق وسيحالفنا الحظ. طيب النقطة الأولى على مستوى اللاعبين الإيطاليين، الحقيقة حابب أسألك، وأنت بتنتمي الجيل كانت كل الفرق الإيطالية وكان المنتخب الإيطالي بينافس على أي لقب في أي بطولة هو بيدخلها، كان دايما من ضمن الفرق المرشحة والأندية المرشحة. يمكن في الوقت اللي أنت لعبت فيه كان أهم نجوم العالم بيلعبوا في أندية الدوري الإيطالي، وفي نفس الوقت على مستوى لما نيجي نبص على سكواد المنتخب هتلاقي في كل المراكز من حراسة المرمى لرأس الحربة نجم واتنين على أعلى مستوى. إلى حد كبير بسبب التراجع على القدرة الاقتصادية للأندية الإيطالية زي ما أنت قلت من شوية ما ظهرش، وده كان المفروض انه يدي فرصه اكتر لظهور مواهب ايطاليه، يدي فرصه اكتر للاعبين الايطاليين ان هم يتالقوا مع انديتهم، الا انه الحقيقه غابت النجوم الكره الايطاليه لسنوات طويله وده اثر على منتخب ايطاليا. اسمع وجهه نظرك. من وجهه نظري اقول لكم في سبب تراجع هذا، والتراجع ايضا بدفع الشباب. عندما نرى عقليه المدربين في السابق وانهم كانوا يرون ان الشباب كنز كبير ومكسب كبير وهم تحت التنشئه، هذه ظاهره نراها انها تاثرت بشكل ملحوظ واثرت على إعادة نجوم كبيرة في الساحة الإيطالية من جديد. الدفع بالشباب، الشباب دائما هم الثروة الحقيقية، الشباب دائما يحتاجون من يلاحظهم، من يراقبهم، وليس كل المدربين يراعون هذا. نرى دائما المدربين الكبار يبحثون عن لاعب كبير، فلما لا نقول أننا يجب أن نستخرج لاعبا كبيرا من وسط اللاعبين؟ لماذا نقول دائما بالبحث عن لاعب كبير ولدينا الشباب ولدينا المواهب؟ وأقول أن الاهتمام بفرق الشباب بداية من العمر، من عمر 15 و16، هذا سيكون دفعة كبيرة وجيلا ذهبيا. قد رأيت شابا لا أتذكر اسمه وقد تحدثت معه بعض الوقت، أرى فيه الموهبة الإيطالية، أرى فيه الموهبة الكبيرة، لماذا لا ندفع بالشباب من جديد؟ لماذا في هذا الوقت الصعب لا ندفع بالشباب من جديد؟ يهمني يعني في نفس الإطار ده أكلمك على أتلانتا. بنفس المقاييس دي كان أتلانتا الحقيقة صعب قوي حد يتخيل انه ينجح فيه، مش بس في الوصول لبطوله اليوروبا ليج، في النهائي بطوله اليوروبا ليج، لكن كمان انه يتخطى انديه كبيره جدا من حيث التاريخ ومن حيث الامكانيات ومن حيث الاسماء ومن حيث الاجهزه الفنيه، انديه بحجم ليفربول، انديه بحجم مارسيليا. هل كان وصول اتلانتا لنهائي اليوروبا ليج اللي هيتلعب النهارده بالليل مفاجاه بالنسبه لكم في ايطاليا؟ وايه اسباب نجاح اتلانتا على المستوى الاوروبي السنه دي؟ بكل تأكيد بالنسبة لليفربول وأتلانتا هذا شيء لا يقارن، من الصعب عقد مقارنة ما بينهم أو ما بين أي فرقة أخرى. لكن أقول أن أتلانتا فريق منتج، فريق يبحث عن الطموح،
أنا على النحو الخاص لم تكن بالنسبة لي مفاجأة كبيرة، لأن أتلانتا دائما كان رائعا وحاول في هذا الموسم أن يصنع شيئا جديدا لم تصنعه كبار الفرق كما قلتم، وأحييكم على هذه النظرة الثاقبة. لكن أقول بالنسبة لأتلانتا المواجهة بالنسبة لها شيء صعب جدا، فبعد 51 مباراة أمام بايرن ليفركوزن التي صنعها دون هزيمة، نقول أن مواجهة هذا الخصم بالنسبة لأتلانتا مواجهة شبه مستحيلة، لكن أنا أتوقع أن أتلانتا ستلعب مباراة جيدة. لكن أقول لكم أن إيطاليا لم يحالفها الحظ. إذا ظهر أتلانتا بنفس المستوى اللي استطاع فيه أن يتغلب على ليفربول، هل تعتقد أنه يقدر يتجاوز باير ليفركوزن؟ من الصعب أن أحدد لكم هذا، من الصعب أن نحكم على هذا. أنا أتذكر آخر لقاء لأتلانتا مع البايرن ليفركوزن، كان أتلانتا متفوقا ورائعا، قد فاز وقتها في المباراة بثلاثة مقابل هدفين، ثم بعد ذلك نقول أنه لقي مصرعه من أمام الماكينات الألمانية من جديد. هي مسألة حظ، مسألة التوفيق. بايرن ليفركوزن فريق في غاية الشراسة، رأيناه فريق الآن متألق جدا. هو بايرن ليفركوزن تحديدا تجربة يمكن معاكسة للكلام اللي احنا كنا بنقوله من شوية، انه فريق لا يتمتع بإمكانيات الفرق الكبرى من ناحية الاقتصادية او من ناحية الأسماء، رهان على مدرب وان كان حقيقة يعني أجاد بقوة ولفت أنظار العالم كله تشابي ألونسو، لكنه في النهاية لسه مدرب أو مدير فني بيبدأ مشواره. كونه يقدر يحدث النقلة دي ويتجاوز فرق كبيرة على مستوى الدوري الألماني ويحقق اللقب على حساب بايرن ميونخ وعلى حساب بروسيا دورتموند وعلى حساب لايبزيج، ويقدر يوصل كمان لنهائي اليوروبا ليج، فبيقول أنه مش كل حاجة الإمكانيات أو القدرات الاقتصادية في كرة القدم. ليستر عمل ده قبل كده، بورتو عمل ده قبل كده، إيطاليا في اليورو الأخيرة، نسخة اليورو الأخيرة لما توجد باللقب عملت كده، جت من بعيد وكانت خارج كل التوقعات. بايرن ليفركوزن كما كان هذا الموسم، أقول أن بايرن ليفركوزن قام بالعديد من المباريات، قام بنقلة نوعية، وهذا كله يرجع إلى المدرب الكبير تشابي ألونسو. لكن أقول لكم أننا سنرى مباراة حافلة بالمفاجآت، سنرى مباراة ما بين أتلانتا، وأنا أظن أن أتلانتا من الممكن أن تصنعها أيضا هذه الليلة. بالنسبة لبايرن ليفركوزن لم يعتمد الأمر فقط على الناحية الاقتصادية أو الناحية الجماهيرية، بل اعتمد على عقلية المدرب، وهذا أهم شيء، وهذا ما تحدثت فيه مع كبار المدربين الإيطاليين من قبل. قلت لهم العقلية أهم من المهارات، العقلية هي التي تقود دائما إلى الأمام. أنا أرى أن مدرب الفريق كرئيس دولة لا بد أن يعلم أن يوظف جيدا لاعبيه، لابد أن يعلم أن يوظف جيدا إمكانيات أيضا لاعبيه. طيب بالحديث عن منتخب إيطاليا، هل تعتقد أن تراجع الأندية الإيطالية يأثر على قدرات إيطاليا في المنافسة على اليورو، ورؤيتك لنسخة المنتخب الإيطالي تحت قيادة سباليتي؟ إيطاليا non può fare scusa non ho capito. إعادة السؤال مرة أخرى. بسألك على فرص المنتخب الإيطالي، هل شايف إنه تراجع المنافسة للأندية الإيطالية على مستوى أوروبا يأثر على فرص المنتخب الإيطالي في بطولة اليورو اللي هتبدأ كمان أيام أو كمان شهر وشوية؟ ويهمني أعرف برضو وجهة نظرك في نجاح
سباليتي في قيادة المنتخب الإيطالي، تجربة سباليتي مع منتخب إيطاليا إزاي بتشوفها؟ هل في رهان على نجاحه؟ هل شايفين إنه يقدر يرجع بإيطاليا مرة تانية لكأس العالم؟ يقدر ينافس في بطولة اليورو؟ مع سباليتي هي l'Italia di Spalletti sicuramente هي بكل تأكيد ليس محظوظة بالشكل الكافي، ليست متفوقة بالنحو الذي كنا نتوقعه. لربما أقول كلاما غريبا لم يقوله أحد المدربين، لكن قيادة إيطاليا تحت سباليتي تجربة سيئة، تجربة لا نراها بالحظ الكافي الذي كنا نتوقعه مقارنة بإنجلترا ومقارنة بفرنسا. ولا علاقة بين تراجع الفرق الإيطالية وبين المنتخب الإيطالي، هذا ليس له علاقة بالأمر. لربما عندما كنا نرى إيطاليا دائما تصل إلى النهائيات في اليورو وتصل إلى النهائيات في كأس العالم، كنا نرى إيطاليا مختلفة، ذات ذوق مختلف، ذات إمكانيات عالية. هذا كله يرجع إلى عقلية المدرب، وقلت هذا في حديث تلفزيوني آخر، أن إيطاليا لربما الآن تحتاج إلى مدرب من خارج إيطاليا. نبحث عن مدرب يرى إيطاليا كما يجب أن ترى، لا يراها ضعيفة، لا يراها بهذا الهزل الذي نراه، لا نراها بهذا الضعف. لابد لمدرب يقودها للأمام. حقيقة يعني أشكرك على صراحتك، لأنه بداية مواجهة أي مشكلة لازم تكون الصراحة في معرفة الأسباب أو التشخيص. لكن خليني أسألك سؤال تاني يتعلق بالجيل الحالي، كواليتي اللعيبة الإيطاليين. يعني أنا مش عايز أحط إيطاليا في مقارنة مع دول أصبحت دايما بتنافس على كل ألقاب زي فرنسا أو زي ألمانيا أو زي حتى إسبانيا، لكن لما احط ايطاليا في مقارنه مع بلجيكا مثلا، وبلجيكا من حيث الالقاب لا تقارن ابدا ولا يمكن ان توضع في مقارنه مع ايطاليا، واشوف عدد اللاعبين البلجيك المحترفين في الخارج على مستوى الانديه وعلى مستوى الانجازات وعلى مستوى التاثير والكواليتي، هجد انه في مشكله حقيقيه في المواهب الايطاليه، في عدد المحترفين الايطاليين خارج ايطاليا. ايه سببها؟ صعب جدا إعطاء إجابة محددة لهذا السؤال. كما قلت لكم أننا في مرحلة سيئة جدا بكل ما تحويه الكلمة، لذلك وأرى أيضا أن المدربين الإيطاليين الكبار لا يقومون بواجبهم بشكل مرضي مع إيطاليا. أصبحت الآن النظرة مادية ليس كما كانت في السابق. نرى ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وغيرها، المدربون يحرصون على مصلحة المنتخب ولا يفكرون بالمال كما نرى الآن كبار اللاعبين. وأنا أعتذر عن مثل هذا الكلام، لكن هذه هي الحقيقة. لابد أن نرى أن مدربا مخلصا لإيطاليا يرفع عالم إيطاليا من جديد، يقود أمجاد إيطاليا كما كانت في السابق. لماذا نفكر دائما الآن في الصناعة والزراعة وغيرها ولا نفكر في مستقبل كرة القدم؟ هذه وجهة كانت وجهة مشرفة لإيطاليا في كل العالم. عندما كان يذكر الدوري الإيطالي كانت كل الحماس نحوه. هل تقصد أنه من كل الأسماء اللي موجودة على ساحة التدريب الأسماء الإيطالية أسماء بقيمة كارلو أنشيلوتي أو كونتي أو يعني إيطاليا قدمت يعني أليجري رانييري اللي بيعتزل النهاردة التدريب، من كل الأسماء دي ما فيش اسم إيطالي واحد ممكن ترشحه أنه يتولى مسؤولية المنتخب الإيطالي؟ وإذا لم يكن مديرا فنان إيطاليا مين اللي ترشحه وإيه الاسم اللي يتناسب مع فكرتك أو رؤيتك لمنتخب إيطاليا؟ Bueno, la nostra speranza أملنا
املنا في سباليتي ان ينظر من جديد الى مستقبل الفريق. اذا قارن ايضا سباليتي بغيره مثلا مثل انشيلوتي، نرى ان انشيلوتي كان محظوظا بدرجة عالية. لا نقول دائما أن الحظ نكرر هذه الكلمة، لكن أقول أن سباليتي يحتاج أيضا لاستشارات كبار المدربين، يحتاج إلى التحاور مع كبار المدربين لنرى المشكلة الحقيقية التي تعيق الكرة الإيطالية. وإذا لم يوجد غير سباليتي فيجب أن نفكر في مدرب آخر. بالكلام عن كارلو أنشيلوتي، من يسألك عن رأيك في نهائي دوري الأبطال المنتظر يوم 1 يونيو القادم، بروسيا دورتموند في مواجهه الريال، ازاي بتشوف النهائي وازاي بتشوف حظوظ الفرقتين؟ هل زي ما الاغلبيه بتتوقع انه الريال هو الاقرب، ولا بتشوف انه دورتموند ممكن يحقق المفاجاه؟ لا فيناله كويستا فيناله دي ستاسيرا، عفوا، هل نهائي هذا المساء ام النهائي الاوروبي؟ لا، نهائي دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد في مواجهه بروسيا دورتموند. نهائي اليويفا تشامبيونز ليج، لا فينال اوكي، لا فينال دي ستاسيرا. مين الاقرب من وجهه نظرك؟ اعتقد ان لو الكلام على هذا المساء اقول لكم ان 70% لبايرن ليفركوزن و 30% الى اتلانتا، اما النهائي الاخر. طب انا سؤالي سينيور كاربوني ليه علاقه بنهائي تشامبيونز ليج، نهائي ريال مدريد في مواجهة بروسيا دورتموند، مين الأقرب من وجهة نظرك مع الأغلبية وإنه ريال فرصه أكبر، ولا بروسيا دورتموند هيحقق المفاجأة؟ ريال مدريد لا فيلانو دي ريال مدريد. يس نعم، سي 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 أيوة والله هو النهائي ده. هل تقصد نهائي الرهائي بين ريال مدريد؟ ايوه، ريال مدريد في مواجهه دورتموند، نهائي دوري الابطال. يبدو في مشكله في الصوت. طيب كابتن او سينيور اميديو كاربوني، طبعا نجم الانتر وفالنسيا وروما السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، واعتقد انه هيكون نهائي ممتع جدا جدا بين طرفين صحيح ما كانوش ضمن المرشحين لكن قدموا عروض في منتهى القوه، وده اللي يثبت في اوقات كتير انه الـ 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 التنظيم الجيد، انه المدير الفني اللي عنده قدرة على استخدام القماشة والإمكانات المتاحة ليه، اللي ممكن تكون مش مرتبطة بفكرة النجومية ولا القيمة الاقتصادية ولا القيمة التسويقية الكبيرة جدا، وده اللي ينطبق على التجربتين، تجربة أتلانتا وتجربة باير ليفركوزن. عشان كده بقول إن النهاردة نهائي هيكون مثير جدا، وأعتقد إنه صعب حد يتوقع. صحيح الاثنين قدموا موسم أكتر من رائع، لكن أنا من وجهة نظري مفيش كفة أرجح على التانية، وكل الاحتمالات قائمة النهاردة زي ما بالظبط كل الاحتمالات قائمه برضو يوم السبت القادم. نتمنى ان شاء الله ان الاهلي يكون صاحب المبادره، هدفين يريحونا ويقربونا بشكل كبير جدا من اللقب.